الدورة 18 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. يؤكد الأمين العام للحزب أنها تأتي في سياق خاص يتسم بأجندة سياسية حافلة بالانتظارات، وعلى رأسها إخراج النصوص المتعلقة بالجهوية وبالانتخابات. استحقاقات استراتيجية، استحقاقات اللي من خلالها خصنا كذلك ندخلوا إلى مرحلة جديدة في البناء المؤسساتي، سواء على المستوى الجهوية أو على مستوى صلاحيات ديال الجماعات الترابية. الانتخابات كتقتضي منا كفاعلين سياسيين والمسؤولية بالدرجة الأولى على الحكومة أننا نجيب أولا قوانين من مستوى عالي. دورة برلمان الأصالة والمعاصرة هذه هي أيضا لتقييم الأوضاع السياسية وتقييم عمل الحزب وعمل الفريقين بالبرلمان. التخوف لدينا هو التقاعس والتلكؤ الذي نلاحظه على مستوى الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية، وأقصد بذلك القوانين الانتخابية بشكل خاص، ما يتعلق بالجهوية، ما يتعلق بالجماعات المحلية، خاصة وأننا لاحظنا من خلال المسودات أن هذه المسودات لا تفي بما جاء في مقتضيات الدستور 2011. هذا الدورة بالكامل ستخصص لتقييم تجربة الأداء السياسي والتنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل مراجعة بعض التفاصيل المرتبطة بتصريف المشروع وبتصريف أهداف الحزب في هذه المرحلة، اللي كتميز بأنها مرحلة اللي كتزدحم فيها عدة قضايا. حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يؤكد جاهزيته للانتخابات المقبلة ومن خلال هذه المحطة التنظيمية، يدعو لإشراك كل هيئات السياسية في التصور العام للقوانين الانتخابية. دورة ستنكب أيضا على مناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها إصلاح صناديق التقاعد.